قابلنا في برنامجنا فروسية مهتمين بالخيل، بتربيتها، بمهاراتها، يهتموا أيضا بإنجازاتها، ولكن أيضا في اهتمام من نوع آخر، يهتموا بصورتها الجميلة اللي بتظهر في ميادين السباقات. معانا مؤسس ورئيس الرابطة العربية لمصوري الخيل فيصل إدريوش، راح يخبرنا أكثر عن هذه الرابطة وإيش غطته من سباقات في اللقاء القادم. والله بدايتي كانت تقريبا عام 2000-2001، ما بين 2001 و2003 يعني بدت معرفتي بالكاميرا عن قرب أكثر، واحترفت يعني تقريبا من 2003 وطالع يعني. وطبعا معروف الاحتراف اللي هو اتخاذ الشيء كمهنة يعني، فأنا اتخذت التصوير كمهنة تقريبا من 2003-2004 وطالع. وسبب اتجاهي للتصوير طبعا حب للتصوير في البداية، وللفنون عموما يعني. أنا كنت أرسم أخط، فما كان التصوير عندي يعني مشكلة أني مثلا أتعلمه من جديد أو قواعده من جديد، فكان تقريبا سلسلة واحدة متصلة. الرابطة العربية لمصوري الخيل هي الكيان الوحيد في العالم يمكن المختص في تصوير، يعني تجمع مختص في تصوير الخيل في العالم كله يعني. حتى مسمى الرابطة اللي هو أو الماركة حقت الرابطة اللي هو هورس ما كان موجود على الانترنت أبدا قبل وجود الرابطة، أبدا ما كان موجود يعني. فالرابطة هي الكيان الوحيد في العالم. الحمد لله احنا قاعدين يعني نأدي، وأعتقد أنه جاء الوقت اللي احنا يعني نستحق المكافأة والرعاية والدعم حقيقة. احنا ما كنا مستعجلين على للرعايه من البدايه، لانه ما قدمنا شيء، واكيد اي جهه تبغى تدعم او كذا تبغى تشوف انت وش قدمت. لكن الان بعد سنه ونص الحمد لله الرابطه قدمت اشياء كثيره تستحق عليها الدعم علشان تستمر يعني. احيانا يعني مثلا مسابقات الخاصه، مسابقات التصوير الخاصه في بطولات الجمال، تختلف مواصفات الصور والمواصفات الفنيه والتقنيه عن مثلا بطولات قفز الحواجز. وبالمناسبة أيضا بطولة خادم الحرمين الشريفين قفز الحواجز، مهرجان خادم الحرمين الشريفين قفز الحواجز في مزرعة نوف أيضا قدم جوائز عالية ومسابقة ضخمة. فتختلف يعني تختلف المواصفات لما تكون مسابقة قفز عن مسابقة جمال، تختلف مواصفات الصور وهذا، بالتالي يختلف المفروض الحكام، يختلف تنوعهم، يختلف. وما هو شرط يكون كل الحكام مصورين يعني، ممكن استعين فنانين تشكيليين بملاك خيل، بناس أصحاب نظرة بالخيل العربية جدا يضيفون للصورة النهائية يعني المختارة. فهذه أنا حقيقة يعني نصيحة وطلب أوجهها للجان المنظمة للمسابقات التصوير في البطولات، أنهم ينوعوا في الحكام ويختاروا الحكام يعني الأجدر، وهم ما زالوا يعني يختارون الأفضل والأجدر، لكن نطمح بالمزيد إن شاء الله. وأول وأكبر مشكلة تواجهنا هي عدم تقدير حقيقة، وله الكل يعني البعض، عدم تقدير المنظم لدور المصور ودور الصورة الفوتوغرافية في خدمة الفعالية اللي هو نظمها. ما يعني يصرف مثلا مبالغ وتجهيز وهذا على البطولة، ولما يجي الجانب اللي يخص الفوتوغراف ما في أي يعني ما في أي عطاء من هالجانب، أو يكون عطاء قليل جدا، أو إضافة لذلك عدم إعطاء المصور فرصة إنه يصور. يعني مو شرط ان المصور مثلا لما يصور ويحصل على صور جميله انه يبيعها للمنظم ولا يستفيد منها المنظم، ايضا في مرابط مشاركه بال 40 50 مربط لهم خيل في الارينا وكذا يبغون صور لها، فيتفقون مع مصور او مصورين او كذا عشان يلتقطون الصور، فواجب المنظم انه يسهل عمليه للمصورين عشان يلتقط الصور. بالنهايه الصور الجميله اذا نشرت بتعكس انه المناسبه كانت جميله صراحه. فإذا المصورين جايين وبالمجان يعني ما راح يكلفون المنظم حاجة، كل واحد جاي تبع مربط ولا تبع جريدة ولا تبع هذا،
وبالنهايه بينقلون عن الايفنت يعني او المناسبه صوره جميله وكذا، ليش التضييق عليهم او ليش يعني مثلا ما اعطيهم حقهم؟ هذه مشكله طبعا كبيره نعاني منها.